تعد المملكة العربية السعودية من الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث إمكانات الطاقة الشمسية. تمثل الطاقة الشمسية واحدة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام متزايد في السعودية بشكل خاص وفي منطقة الخليج بشكل عام، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء والمختصون أن تتحول المملكة إلى واحدة من أهم منتجي الطاقة الشمسية النظيفة. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قائد مشروع التحول الوطني، وصاحب الرؤية العملاقة 2030، ومن منطلق حرصه على تحقيق المنجزات محليا ودوليا، وقع مذكرة تفاهم مع سوفت بانك لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيجاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، والذي يعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. وتشير هذه المذكرة إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية، إضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة. كما أن هذه المشاريع التي ستنتج منها السعودية ستساعد على توفير النفط في إنتاج الطاقة، إلى جانب مساهمتها في توفير ما يقدر بمئة ألف وظيفة في السعودية وزيادة الناتج المحلي بما يقدر باثنى عشر مليار دولار أمريكي، إضافة إلى توفير ما يقدر بأربعين مليار دولار سنويا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الصبان. أهلا بك دكتور محمد. بعد توقيع ولي العهد إذن مع سوفت بنك اتفاقية إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية، كيف الأثر الاقتصادي على المملكة مستقبلا مع حلول 2030؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك للمملكة العربية السعودية هذا المشروع. المشروع هذا عملاق جدا، وهو كما ذكر تقريركم يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، حيث سينتج 2 جيجاوات واستثمارات بمقدار مليار دولار. وبنك سوفت بانك في الواقع يقوم بدور المنفذ لهذا المشروع، وهو في إطار الشراكة التي قامت بين المملكة العربية السعودية وسوفت بانك. وأنا أعتقد أننا سنوفر ما نحتاجه من مصادر الطاقة المتجددة عبر هذا المشروع من جهة، وسيكون هنالك فائض بحلول عام 2030 مما يمكن المملكة من تصدير هذه الطاقة الشمسية أو الفائض من هذه الطاقة الشمسية إلى بقية الدول المجاورة، وتصبح المملكة ليس فقط مصدرا للنفط وإنما مصدر للطاقة. وهذه كنا دائما وأبدا في اجتماعاتنا الدولية حينما كنت مستشارا لوزير البترول، كان الكل يتساءل لماذا لا تقيم المملكة العربية السعودية مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية، خاصة وأن الشمس متوفرة تكاد نقول 24 ساعة. لكن ما لم يدرك كله لا يدرك جله كما يقول المثل. وأنا أعتقد أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب، في الوقت الذي نحتاج إلى تنويع اقتصادنا بعيدا عن تصدير النفط الخام، وتصدير كما لديكم 100,000 وظيفة عائدات بأكثر من 40 مليار دولار، نسبة المساهمة في الناتج المحلي ستكون كبيرة. وليس هذا فقط، وإنما سيتم صناعة الألواح الشمسية محليا، وأيضا سيكون هنالك مجال لإقامة صناعات معتمدة على الطاقة الشمسية. إذن هو مشروع ضخم بكافة المقاييس،
وأنا أعتقد أنه أحد المشاريع الكبيرة التي تم التوقيع عليها في زيارة سمو ولي العهد. دكتور محمد واضح دكتور محمد ايضا سمو ولي العهد اشار بان هذه المشاريع بمقدورها تحقيق الرفاه الاجتماعي طبعا فضلا عن الاثر الاقتصادي وايضا المساهمه برياده البيئه والاستدامه. برايك كيف ستكون شكل المملكه اذا الى وصولا الى 2030؟ هذا يسهل مساله التنويع الاقتصادي الذي هو هدف الرؤية 2030 والتي تبناها سمو ولي العهد. أنا أعتقد أننا نمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف الأساسية بتقليل من اعتمادنا على تصدير النفط الخام، وأعتقد أننا بإذن الله سنصل في عام 2030 إلى أن نكون من أكبر الاقتصادات الناشئة. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول الـ20 لأنها هي أكبر اقتصاد بالواقع في منطقة الشرق الأوسط، وستزيد قوتها الاقتصادية تدريجيا بإذن الله متى ما تنوع اقتصادها ولا تتعرض لتقلبات أسعار النفط كما كان الحال في السابق. واضح دكتور محمد. إذا كان معنا من جدة المستشار الاقتصادي دكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك.